السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. حبيت أشارككم إحساس كده، يعني حسيته بعد ما أودو 13 نزل والتعديلات اللي تمت من حذف بعض الموديولات ووجود بعض الموديولات. طيب، بداية القصة كانت بدأت من انتربرايز تقريبا 11 لما شالوا الريبورتات من الاكاونتنج. هي كانت حاجه بتضايق جدا، يعني هو في الاخر بيزقك ناحيه ان انت تستخدم الانتربرايز، وهو حقه لان هو محتاج يعني يكون في دعم مادي طول الوقت عشان يقدر يكمل ويقدر يطور. طيب دلوقتي قول لنا، الريبورتات ما كانتش مشكله كبيره لسبب ان هي يعني ممكن تعملها بايدك، بس البيزنس بتاعك مازال شغال، يعني ممكن تعمل اي حاجه بس هتعرف تطلع ريبورتات. دلوقتي لقيت ان في اودو 13 الموضوع بقى يعني بقى فيه تمادي بقى. ليه؟ هو شال اودو شال البيرول موديول اللي هو ما فيش شركه ما عندهاش موظفين ومش عايزه تقبض، تمام؟ يعني نادرا ما تلاقي حد يقول لك انا عايز مثلا سي ار ام بس ومش عايز حاجه غيرها، ونادرا ما تلاقي حد مثلا عايز بوينت اوف سيل ومش عايز اتش ار جنبها. بيحصل بس مش كتير. وبالتالي الموديول بتاع البيرول مهم جدا، يعني لما تشيله من الكوميونتي اديشن ده معناه ان انت بتزق الناس عافيه اجبار انك لازم تروح تاخد انتربرايز. طيب الموديول ده مش هم اللي عملوه لوحدهم، يعني زي اي موديول زي اي اوبن سورس في الدنيا ناس كتير جدا عملته معاهم. طيب جون بقى في الاخر، يعني اللي زاد الطين بله او يعني خلاني احس بالموضوع بزياده شويه، ان الموضوع بقى يعني اوفر شويه، ان لقيتهم منزلين اي ليرنينج في الكوميونتي. هو انا المفروض افرح بالموضوع ده، انا واحد بعمل فيديوهات تكنيكال وتريننج وكورسز، فالمفروض ان انا الله ده في اي ليرنينج على الانتر على الكوميونتي، فانا افرح بقى وانبسط. الحقيقه لا، انا انزعجت. ليه؟ لان الـ انا عايز اقول عليهم البهوات، فانا اقول عليهم البهوات عملوا حاجه جديده، تمام؟ خدوا الحاجه الماتيور ونزلوا لك الحاجه الجديده عشان انت تعمل تيست وانت تطلع فيدباك وانت تعمل موديولات تانية تكستند بيها الموديول بتاع الاي ليرنينج عشان كمان شويه يشلوه. فبصراحه حسيت بموضوع الموضوع بقى مهين. والحقيقه يعني مش ده اللي خلاني عملت الفيديو، يعني هو الموضوع مش حكايه الاهانه، لا، هي المعاناه اللي كانت بتحصل قبل كده، احساس الناس احنا يعني كلنا متدينين، تمام؟ فدايما بيبقى عندنا احساس ان انت تاخد حاجه مش بتاعتك، ديت دايما بنقول ايه، حلال وحرام. فلما اجي اخد حاجه انتربرايز واضربها حرام، اوكي؟ طيب اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي عندي البيرول وجاي للعميل وهيطير مني وانا كده شغلي بيقف. طب وبعدين؟ والعميل ما يعني هيز نوت ويلنج تو باي، يعني مش هيدفع لي مبلغ اللايسنس. انا احل الموضوع ده ازاي؟ هروح انتربرايز هضربها، تمام؟ فهيحصل ان ده توقع، اوكي، ان هيحصل الفتره الجايه ان الناس هتبدا تركز جدا مع انها تاخد الانتربرايز وتبدا تنستوله بدون لايسنس. مش عارف طبعا هي اودو حاسبين الحسبه دي ولا لا، فهتبدا الناس تضرب اللايسنس بغض النظر عن اودو. طبعا انا بتكلم على موضوع احنا كلنا بنعيشه، يعني الناس بتكلمني تقول لي هو حلال ولا حرام ناخد الانتربرايز ده اوبن سورس وهم خدوا الكود بتاع الكوميونتي وقفلوه بلايسنس. والله مش مشكلتي بقى ان هم عملوا ايه، بس خلاص هو دلوقتي الوضع القائم ان هم الناس دي حاطه ايديها على الكود وحاطينه بلايسنس، واتقاء للشبهات انا مش هاخده. طيب انت كده بتجبر الشركات ان هي تدفع، اللي هو يعني عنده 70% قدره على الدفع هيدفع بعد ما كان ممكن ايه يكمل حياته بالكوميونتي. طيب ودلوقتي الوضع اصبح ان ال 10 اللي عنده قدره على الدفع مثلا 10% هيسرقوا. طيب ده معناه ان الفتره الجايه احنا هنشهد مصايب، هنشهد مواقف للاسف سيئه جدا. هو اصلا السوق بايظ، يعني حضراتكم عارفين الكلام ده كويس، سواء من ناحيه التسعير نفس المشروع ممكن يتسعر ب 1000 جنيه او 1000 دولار، تمام، ويتسعر عند شركه ثانيه ب 10000 و20000 دولار. بتكلم هنا في 10 اضعاف و20 ضعف، يعني هو طبعا مثال اكستريم شويه، بس يعني انا بوضح الفكره بان هو مثال عنيف شويه. طيب دلوقتي الموضوع لازم يكون لي مخرج، يعني انا دلوقتي حاصل معايا اوريدي بالفعل ان هو حد يقول لا انا حاسس ان هم بيزقوني ناحيه الانتربرايز وان انا لازم ادفع عافيه. يا يعني سيدي، ما هو حقهم عشان يقدروا يكملوا تطوير. لا، ما هو انا لا، الموضوع مش عاجبني، تمام. طبعا ما انا بعد ما عرضت لحضراتكم الافكار دي كلها بصراحه يعني ما لقيتش مفر من ان انا ايده في رايه، وقلت له طيب انت شايف ايه؟ يعني
قال له والله انا شايف ان في بدايل، وده الجزء اللي انا بقول لحضراتكم عليه، ان هيبقى في بدايل ولازم هتظهر وهتبدا تاخد يعني وضعها اكتر في السوق. ده يمكن ده مش لان اودو ضعيف، بالعكس اودو قوي تمام، ولكن ده ان هو بيجبر الناس ان هي تدفع وهي مش عايزه تدفع مثلا، او بيشيل فيتشرز وبيسحبها من قدامهم، او خلينا نقول ان احنا كناس متدينه حلال وحرام، فانا مش هروح اجيب انتربرايز لواحد مش عايز يدفع. طيب المحصله فين؟ ان السوق هيبوظ زياده، ده هيعمل ايه؟ هيفتح المجال لناس تانية انها تشتغل في ار بيز تانية. البدائل المتاحه في الوضع الحالي عندنا نيكست ار بي، انا بتكلم هنا بترتيب بحسب من حيث القوه بحسب ما قرات، يعني ان نيكست ار بي ده يكاد يكون افضل اي ار بي اوبن سورس طبعا، يمكن بعد اودو، وبنتكلم بعد كده في فليكترون تمام. اللي لو حضراتكم يعني ما اعرفش اذا كان الاوبشن ده بالنسبه لكم متاح ولا لا، فانت عايز تكمل مع حاجه قريبه من اودو، والكلام طبعا او الموضوع يحصل بسرعه بدون تكلفه انتقال من اي ار بي لاي ار بي تاني، هو غالبا هيكون الفليكترا اختيار ناس كتير جدا كبديل للانتربرايز تمام. فاحنا هنا بنتكلم ان عندنا مشكله انا حبيت اناقشها مع حضراتكم. انا اتكلمت يعني اتكلمت كتير، بس انا النقطه اللي كنت بتكلم فيها الاحساس بالاهانه بصراحه، ان هو ناس يعني بتجربوا، احنا كوميونتي احنا عارفين ان انتوا بتجربوا فينا which is fine which is معروف وعادي يا سيدي جرب فينا، بس يعني الموضوع بقى ان انت بقى بتشيل فيتشرز هي تكاد تكون كور في السيستم تمام، وترمي لي ابلكيشن لسه مش ماتيور ولسه مش معروف اساسه من راسه عامل ازاي، زي ما احنا بنقول يعني لسه مش معروف اوله من اخره، ومطلوب مننا ان احنا نطوره وان احنا نشتغل عليه عشان يكون احسن، وفي الاخر ده لمصلحتك انت، لان هو هيتشال تاني من الكوميونتي يمكن بعد سنه 2 3 4 هيتشال اوكي. واتكلمت كمان على المشاكل اللي هتحصل، ان السوق هيبوظ اكتر وبالتالي في ناس هتاخد شير اكبر من السوق، واستعرضت مع حضراتكم يمكن الاسمين الاكثر اتاحيه على ارض الواقع اللي هو في حالتنا في فليكترا وفي نيكست ار بي، ونيكست ار بي المفترض ان هو اقوى شويه. تكلفه الانتقال لفليكترا هي ارخص بالنسبه لحد جاي من اودو، لان هو نفس الفريم ورك نفس اليو اي تقريبا نفس الاوبشنز بنفس المسميات، هو فورك في الاخر يعني. فبالمناسبه يعني فليكترا خدت حكم من المحكمه من احمد اباد ان هي ما عندهاش مشاكل في الكوبي رايتس، لان هي خلاص سوت امورها وواخده